اهلا بحضرتك واهلا بكل الساده الحضور. هو تشريف طبعا، تكريم دناء على استفتاء جمهور ونقاد، فهو تشريف وسام على صدري طبعا. يعني مش عايز ادور عليك، بس يمكن فيلم السرب من الافلام اللي يعني الناس مستنيه كتير، عايزين نتكلم عنه. اول حاجه هو فيلم كل الصناع اللي فيه اجتهدوا، سواء زمايلي الفنانين، سواء المخرج، سواء مدير التصوير، المؤلف، الجهه الانتاجيه، الدعم اللي خدناه، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يعجب الناس باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. افندم بقول الحمد لله على كل شيء، الحمد لله. ان شاء الله احتمال يبقى في مسلسل رمضان، هو في مسلسل رمضان ان شاء الله، وبحضر فيلم مع الاستاذ خالد مرعي والاستاذ احمد نادر جلال. فيلمين. اسم المسلسل لا لسه والله لسه ما تحطلوش.